السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة الصحة والجمال في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في لقاء جديد وهمسة جديدة من همسات زوجية. ويشرفنا وسعدنا أن يكون معنا النهاردة الدكتور عبد الله القاضي، الباحث الشرعي والمحرر الدعوي، عشان موضوع مهم جدا يشغل بال الأسرة، موضوع الشورى بين الزوجين. هل التشاور بين الزوجين موضوع له أهمية؟ أصل كلمة الشورى، مفهوم الشورى، مفهوم المرأة في الإسلام، هل التشاور بين الزوجين يبني في الأسرة أم غير ذلك؟ نطوف حول هذا الموضوع مع دكتور عبد الله القاضي. السلام عليكم، ازاي حضرتك؟ وعليكم السلام، وحشتنا، ربنا يحفظك. مفهوم الشورى وأصل الشورى، عشان نروح لي، هل من الأصح ان احنا ناخد برأي زوجتنا في البيت، ولا الإسلام له غير ذلك؟ طيب، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الإنسان باعتبار بشريته ناقص، والإسلام اعتبر ذلك النقص فراعى في أن يتمم نقصه هذا. وباعتبار أن الإنسان أيضا اجتماعي، وباعتبار أنه يحتاج إلى من حوله، فقطعا يريد أن يتمم نفسه، فهيتشاور، لأن كمال العقل البشري يعني غير مضمون، اللهم إلا في بعض أحوال النبيين والمرسلين. إنما احنا باعتبارنا أتباع لهؤلاء النبيين والمرسلين، فيجب علينا أن نأخذ بشورى غيرنا علشان أمرين. الأمر الأول إنه باب الكمال أو طلب الكمال والتمام في الفكر الإنساني، والأمر الثاني وده أمر مهم للغاية برضو، اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه، يعني هكذا فعل وبهذا أمر، وهكذا هو صلى الله عليه وسلم أمر. أصل الشورى، أصل من الأصول، هدي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. أمرنا بأن نتبعه ونؤصل له، يجب أن تكون الشورى في كل نواحي حياتنا. صحيح. احنا معانا سؤال بنطرحه على الساده المشاهدين، يتشاركوا معانا ويتواصلوا معانا من خلال الارقام اللي موجوده على الشاشه. هل تاخذ براي زوجتك في كل امور حياتك؟ هل تاخذ براي زوجتك في كل امور حياتك؟ تابعونا ونتواصل على الارقام اللي موجوده على الشاشه، نتلقى ان شاء الله اتصالاتكم. دكتور عبد الله، الشورى اصل لا يجب ان يتخلى عنه المسلم ابدا، والا يحيد. صحيح. مكانة المرأة في الإسلام، قبل ما نروح بقى أخذ رأي زوجتي ولا لأ؟ جميل. أنا هتكلم على محورين. المحور الأول مكانة المرأة في الإسلام عموما، والمرأة في الإسلام عموما هي الأم، وهي البنت، وهي الزوجة، هي كل واحدة من دول، واللي كل واحدة من دول الإنسان بيحتاج إليها احتياجا شديدا. نعم. يبقى ده بصفة عامة، يعني أنا بقول كده لأنه استيراد بعض المصطلحات العنصرية مثلا في محاولة التمييز بين الذكر والأنثى، ده مش في الإسلام عندنا. نعم. المجتمع المسلم لا يعرف التمييز. إذا كان المجتمع لا يعرف التمييز، المسلم يعني فيما ينبغي أن يكون لا يعرف التمييز بين الأحمر والأبيض، بين العربي والعجمي، بين كل هؤلاء، فكيف يعرف التمييز بين الرجل والمرأة في البيت الواحد، وربما يكون بينهم علاقة الأمومة أو البنوة أو الأخوة. ده المحور الأول، وهي أن المرأة ليست نصفا للمجتمع، والمرأة ليست ربعا، والمرأة ليست أكثر من ذلك. المرأة هي المجتمع كما أن الرجل هو المجتمع، باعتبار المجتمع لا يكون إلا برجل وامرأة. نعم. المحور الثاني باعتبار الموضوع اللي بنتكلم فيه النهاردة، موضوع الشورى. نعم. يعني أنا حقيقة جملة من النصوص التي ينبغي علينا التعليق عليها. النص الأول نص صحيح أخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عباس، وهو بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأتين اللتين تظاهرت عليه. نعم. عمر بن الخطاب عليه رضوان الله قال نصا غاية في الأهمية، يلخص ما كانت المرأة عليه وما كانت المرأة في الجاهلية. قال: كنا لا نعد النساء شيئا. كنا لا نعد النساء شيئا. النساء شيئا. نعم. يعني لا نعدها لا في الرأي
ولا في 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 شيء، مش موجودة، لا نعدها شيئا، مش موجودة، نعم مش موجودة مطلقا. الذي استدعى عمر رضي الله عنه أن يقول هذه الكلمة، الجملة التي قالتها امرأته له. دكتور عبد الله، واحنا بنتابع مقولة سيدنا عمر، أسرة الإعداد حقيقة مجهزة تقرير صغير عن رأي الناس في رأي هل الأزواج يأخذن برأي زوجاتهن أم لا. طبعا. اسمح لي نراجع هذا التقرير فضل ونرجع للسادة المشاهدين مرة ثانية. تقرير ونرجع لكم. نصير استاذ علي، هل بتقبل بالمشوره بينك وبين مراتك، يعني بتقعدوا تتشاوروا كده في الامور الحياه؟ اكيد طبعا، اكيد اخد رايها طبعا، ولو صح اعمل بيه مفيش مشكله. يعني ما بتقولش انك انت رايك انت اللي يمشي، انت الراجل وانا وانا وانا؟ والله انا بمشيه، بس هي لو رايها صح مفيش مشكله امشيه. يعني انت ما عندكش، يعني في ناس كتير قوي تقول لك لا انا اسمع بس انا كلامي هو اللي يمشي في الاول وفي الاخر، انا راجل البيت. بس ده عصر الجاهليه ده بقى، خلاص سيبك منه. يعني دلوقتي ما فيش بقى انا راجل ورايي هو رقم واحد، لو رايها صح هيمشي. لا ده مشوره بيني وبينها واللي نتفق عليه عادي، بس في امور الحياه اللي تخصني وتخصها. تمام. حاجات بقى تانية لا ما دخلهاش فيها اساسا، شغلي وكده. يعني حتى لو في وقت شغلك مثلا وفي مشكله وانت بتحكي وقالت راي من الاراء المفروض ان هو ممكن يبقى صح، بتاخد بيه برضه وبتقول ولا بتقول لا ده شغلي بقى ومالكيش دعوه؟ لا ممكن اعرض عليها بحجه مثلا التخفيف عن نفسي كده واسمع رايها عادي، ولو صح اعمل بيها مفيش مشكله. يعني انت مقتنع بقصه ان لازم يبقى في مشوره بين الزوجين؟ عادي مفيش مشكله، هي ممكن يكون رايها صح واعمل بيه وما عنديش اي مشكله، الأمر شورى بيننا. بنشكرك. شكرا. أستاذ حمدي، إيه رأيك في المشورة بين الزوجين؟ كويسة مش وحشة. حضرتك بتاخد برأي زوجتك؟ والله لازم الواحد يسأل برضو من غير قبل ما ياخد قرار معين، مثلا يعني هيجيب أي حاجة معينة مثلا في البيت، يعني لازم يسألهم دي تنفع ما تنفعش، ما ياخد برأيهم برضو، والرأي بتاع الواحد ماشي ما فيش مشكلة. في أمور الحياة كلها ولا في بعض الأمور؟ والله في معظمها الحمد لله، لما بيكون في تفاهم لازم يكون في مشورة، إذا ما كانش في تفاهم خلاص. يعني حضرتك ما فيش بقى يعني أنا الراجل وكلامي هو اللي يمشي والكلام ده؟ لا ما فيش، ما عادش الكلام ده مش ينفع أساسا، يعني مش بالعكس، الواحد ممكن ياخد قرار يندم عليه، فيبقى بالعكس بيشور مثلا وأمرهم شورى، يعني الواحد ما يشور الأول ويشوف ويقيم، يعني مش خلاص معنى إن هو بيشور يعني هو ضعف أو كده، لا بالعكس. طب حضرتك لو عانيت في رأيي اهلا وسهلا بيكم، رجعنا لكم. والشورى بين الزوجين، وينفع تاخد راي زوجتك ولا لا، وهل من عناصر الرجوله ان انت رايك هو اللي يمشي، كلامي هو اللي يمشي، انا ما بسمعش راي حد. دكتور عبد الله، الحقيقه تقرير يعني ولا اروع، والردود اللي سمعناها كانت ردود عقلانيه منطقيه قريبه جدا من الكلام اللي احنا بنقوله، قريبة ماشية على هدي النبي كده، انه ينفع الواحد ياخد برأي زوجته يعني. صلى الله عليه وسلم. الكلام ده كلام طيب وده أمر مبشر. يعني لما يكون ناس في الشارع على اتصال روحي أو روحاني بأحاديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وبروح الإسلام، ده أمر غاية في الجمال. طيب أنا كنت بقول إنه ورد على لسان عمر رضي الله عنه جملة هي بتلخص ما كانت المرأة عليه في الجاهلية وما أصبحت عليه. قال كنا لا نعد النساء شيئا، فكلمت امرأتي يوما فرجعتني، رجعتني يعني أنا بقولها اعملي كذا، فهي قالت والله طب ما نعمل كذا مثلا، فرجعتني مجرد الرجوع، فشد عليها عمر. نعم. المرأة الصالحة زوجة عمر الصحابية الكريمة قالت تفعل بهذا وقد رجعتك، وإن الواحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم لا تراجعه. نعم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هو في نفسه يتقبل ذلك، يتقبل ان هو يقول راي. نعم. وان المراه تعرى عليه امرا اخر. استرشد بموقف نساء النبي. نعم. طيب دكتور عبد الله، الحقيقه لانه الهمسه النهارده وقتها قصير جدا، احنا معانا دقيقتين. جميل. وانا بطمع في كرم حضرتك انه عايزين نوجه رساله من هدي النبي للساده المشاهدين اللي بيسمعونا دلوقتي لكل الازواج والزوجات في همسه جميله كده.
على التشاور، الشورى بين الزوجين، تبني البيوت لا تهدم البيوت. جميل. لو كانت الشورى لها أحكام مختلفة، فالشورى مثلا ملزمة وواجبة وضرورية في حق من يهمه هذا الأمر وهو متخصص فيه مثلا، أو هو يستشار في نفسه، لذلك الإسلام راعى وجوب استشارة البنت اللي هنتجوزها، تمام، بنتنا وأختنا مثلا، يعني ده واجب. فأن يستشار الإنسان فيما حقه ده واجب، وأن يستشار الإنسان فيما له به اهتمام ده أمر صالح وأمر جميل وأمر يبني المجتمع. يعني أنا ينفع أسأل زوجتي في اللي يخصنا بس، اللي يخصها؟ أيوة طبعا، يعني هو مش أسألها في اللي يخصها، أستأمرها. يعني هي أنا عايز أعمل حاجة هي تخصها هي، أنا سأصدر عن مشورتها، هتبقى هي الأصل وأنا المستشار بتاعها، ده أمر يخصها هي. جميل. إنما أمر بينا بالتساوي مثلا يعني، أو بالتشارك، الله أنا هستشيرها وهأخذ جيدا بعين الاهتمام هي بتقول إيه. إنما في أمور تانية هو ليس من شأنها. طبعا أنا بقولش إن كنت حتى احجبها، لا 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 مطلقا. كثير من النساء يلاحظ فيهن أو رجحت عقل، يعني بعضهن رجحت العقل، بعضهن فيها رجحت عقل. النبي صلى الله عليه وسلم طبق ذلك، ولما كان في فتح الحديبية، وما يسمى بصلح الحديبية، أمر الصحابة الكرام أن يحلقوا وأن يذبحوا هديهم، فما استجاب أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضاق عليه ذلك ودخل على أم سلمة، أمنا أم سلمة رضي الله عنها، قالت لا تكلم أحدا، أخرج فادعوا حلاقك فليحلقك وانحر هديك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى من هذه المرأة مشورة غاية في العظمة، هو أنه أمرهم بأمر ربما يكون لهم مندوحة في أن يتخلفوا عنه، لكن إذا رأوه يفعل، وهذا ما أشارت به المرأة الصالحة. فعل النبي؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي صلى الله عليه وسلم من رأي ستنا أم سلمة. نعم. أكد النبي صلى الله عليه وسلم بفعله على أن الشورى تنجي. نعم. ولو كانت من امرأة. من زوجتك. ولو كانت من امرأة. تبني الشورى، تبني البيوت. الشورى أمر ضروري للبيت المسلم. تستقيم معها الحياة. تأكد حضرتك على الكلام ده؟ طبعا. معنا نصف دقيقة في كبسولة صغيرة كده لكل الأزواج اللي بيتعنته في اتخاذ رأي زوجته أو أن يستشير رأي زوجته. الإنسان الذي يمتنع عن المشورة في قلبه جبروت، هو ديكتاتور في نفسه، هو مؤهل أن يكون ديكتاتوريا. والديكتاتورية لا تبني شيئا. الديكتاتورية تهدم الكيانات الصغيرة والكبيرة. الإنسان الذي لا يشاور يهدد كيانه بالفناء. شاور واتق الله، واعلم أنك مخاطب بوجوب المشورة فيما يخص المرأة ويعنيها، ومخاطب باستحباب المشورة فيما هو له اهتمام بالمرأة، يعني شأن من شؤونها في النهاية. أربي في أولادي في الأسرة مبدأ التشاور، وأنا باخد برأي زوجتي، أنا كده بأصل مع أولادي أنه يبقى مبدأ الشورى. إن أردت ببيوت أولادك أن تكون صالحة، عودهم على المشورة. طيب أنا خليني يعني في نهاية اللقاء ده الصغير جدا اللي إن شاء الله هيتكرر تاني، بشكر حضرتك على اللقاء الطيب ده، وخليني أختم في نهاية الهمسة الصغيرة ديت وأكد على أن الشورى مبدأ مهم، وخاصة في البيت تبني لا تهدم، ونربي أولادنا على الشورى. تقرير هنسيب مع السادة المشاهدين، واسمحوا لنا مع التقرير الطيب دوت نستودعكم الله، ووعد بهمسة جديدة إن شاء الله، وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رأيك كيف المشورة بين الزوجين؟ والله هو الرسول صلى الله عليه وسلم وديننا الحنيف وصى بأن الراجل يشور أهل بيته، خاصة في الأمور الزوجية، يعني دي نمرة واحد. يعني حتى الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيستشير نسائه في بعض الغزوات، يعني فطبعا لازم نقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الموضوع. يعني تمام. حضرتك بنسمع ناس كتير قوي بتقول ان الراجل وكلمته هي اللي تمشي، رأي حضرتك ايه في الموضوع ده؟ لا، النظام زي السيد ده بتاع الافلام ده كلام مش مظبوط. يعني
يعني رأي حضرتك لازم كل حاجة تتاخد بالمشورة؟ طبعا لازم كل شيء بالمشورة، يعني لأن طبعا المرأة شريكة الرجل. يعني تاخد حضرتك رأيها في جميع أمور الحياة الخاصة وغير الخاصة؟ طبعا، لأن هي طبعا أنت لو ليك شريك في شيء هتقدر تعمل حاجة بدون استشارة شريكك؟ لا طبعا. طبعا فهي شريك للرجل في الحياة، فلازم الرجل يستشيرها في كل شيء طبعا، خاصة نمرة واحد الأمور الخاصة بالزوجية والأولاد ومصير الأسرة. يعني المشورة بين الزوجين مطلوبة طبعا عشان يبقى في تفاهم بين الزوج والزوجة في الحياة، وإن أي واحد طبعا لازم يعني بيبقى في بداية حياته وكده بيبقى الحياة مشاركة في الرأي ومشاركة في كل حاجة، بالتالي الأمور بتبقى ماشية يعني في نصابها مظبوط، يعني بدل ما يبقى في اختلاف حاجة ياخد قرار مثلا هي يعني هو مش ضعف من الزوج ولا حاجة، لكن هي أمركم شورى يعني. يعني حضرتك لو حصل وبتاخد برأي زوجتك؟ يعني في مواضيع في يعني مواضيع الشغل ما اخدش رايها مثلا، يعني مواضيع لكن الحياه العامه مثلا اخد رايها. صادف وحضرتك ناقشت في مواضيع الشغل وخدت يعني وسمعت رايها وما خدتش بيه؟ اوقات لا، هو في اوقات مثلا ممكن الواحد يبقى جاي متضايق ما في ايه والشغل بتاعه، ما حكي لها موقف حاجه حصلت بالراحه، طيب مثلا استنى كده، بتحصل نوع من نوع الايه، انت عارف الزوجه بتبقى طب يعني. تمام، هي بالفعل قالت لحضرتك رايها وحضرتك ما خدتش بيه وعرفت بعد كده ان هي كانت على حق، كان رايها صحيح، رد فعلك ايه؟ لا عادي، ما هو ده واجبها، يعني هو ده واجبها ان هي لازم ترشدك، ان هي تستحمل. طبعا لازم، هي ده واجب بتاعها، ان هي الزوجه طبعا حماله في اساسيه في حاجات كتير في البيت والكلام ده، ولازم تستحمل الزوج. يبقى الافضل برضه تاخد برايها. ما انا بقول لك ايه، باخد رايها طبعا اكيد في الحياه العمليه لازم اخد رايها، في الشغل يعني حاجات يعني، وفي الوقت الاكتر انما الواحد بيبقى راجع متضايق في مشكله حصلت في الشغل في كده، فلازم ايه بتشوف الواحد داخل شكله متغير في ايه، فمتضايق فكذا كذا، بحكي الموقف بتقول لي كذا، بتقول رايها كذا، وبيطلع اوقات كويس يعني، في اوقات برضك بتهدي الواحد، الواحد برضك اوقات بيستعين برايها في الحاجات دي، بيهدى شويه يعني كده. طب رأي حضرتك ايه في الازواج بقى اللي هم رأي هو الراجل وانا راجل البيت ومفيش رأي تاني؟ لا هو الراجل لا مفيش كده، هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده في حياته مع زوجاته، كان بياخد رأيهم، وكان يعني ملناش افضل من اسوة النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا لو هنبحث في السيرة هتلاقي ان هو مع زوجاته كان بيعمل كل حاجة، فطبعا احنا عمرنا ما هنوصل لكده، بس يجب ان احنا على الاقل ناخد اللي نقدر عليه منه ونطبقه في حياتنا وفي بيتنا. يعني هي المشورة طبعا شيء ضروري يعني بين الاثنين، يعني بين اي اثنين، سواء الزوج والزوجة أو يعني حتى أي اثنين، ممكن يكونوا شركاء، ممكن يكونوا رفقاء في العمل أو طلاب أو يعني، فالمشورة ضرورية. نتكلم عن المشورة داخل البيت بين الزوجين أو بين الأسرة، أفراد الأسرة، هل حضرتك بتاخد بمشورة أو بتسمع أفراد الأسرة؟ والله أنا يعني باخد في مشورتهم، بس بالآخر بسبب اللي براسي يعني. يعني حضرتك كلامك هو اللي بيمشي في الآخر؟ طب ما احنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأيهم شورى بينهم. طبعا هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وأمرهم شورى بينهم، فبس يعني ما معقولة مثلا أنت ممكن تأخذ رأي ابنك مثلا في شغلة معينة، فهو حيعطيك جواب على حسب ما بيعرف، فأكيد ما عنده يعني معرفة. خلينا نتكلم عن الزوجة، هل يعني ما فيش موقف مرة على حضرتك وزوجتك قالت لك على رأي معين وحضرتك ما خدتش برأيها يعني كالعادة، وبعد كده عرفت أن رأيها كان على صواب وعلى حق؟ ايه بتصير هاي الشغله ممكن. رد فعلك ايه؟ طب بص لها ازاي وتتكلم معاها ازاي بعد ما انت عارف ان هي كانت على حق؟ يعني هو